نروح مره تانية لملعب المباراه ومعانا الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. مساء الخير يا استاذ طارق والف مليون مبروك. الف مبروك، الف مبروك يا كابتن ايمن، مبروك ليك، مبروك لكل الاهلاويه. ضيوفك مين؟ معايا الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن علاء ميهوب والكابتن هاني رمزي والكابتن عادل عبد الرحمن. استاذ طارق مبروك. الف مبروك. الف الف مبروك، الف مبروك كابتن عادل. حبيبي حبيبي. استاذ طارق مبروك، الف مبروك. يا استاذ طارق حبيبنا والله. دايما وشك حلو علينا، خلي بالك. ربنا يخليك. اصرينا ان انت تبقى موجود هناك يعني. الحمد لله، حاجه جميله، ربنا يديمها نعمه يا رب. قول لي بقى، شفت الماتش ازاي وكنت قاعد على اعصابك في ضربات الجزاء ازاي؟ احكي لي ايه اللي حصل. انا كنت قاعد مع كابتن خطيب، انا وكابتن خطيب وخالد مرتجي. ايوه. فطبعا كابتن خطيب بيبقى الشحن جواه كالعاده طبعا، وانا وخالد بقى في الاخر ما قدرتش يعني، كنا وعمالين نجري رايحين جايين يعني. الحمد لله كرم من عند ربنا جامد قوي 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 يعني. اللعيبه كلها كانت معانا دلوقتي. أيوة. كله قاعد يتفرج على الماتش بقى الفاينل يعني. ايوه ايوه. حاجه مشرفه الحمد لله، دايما النادي الاهلي الحمد لله ربنا يديمها كده، هو صاحب الابتسامه في الشارع المصري. طول عمر النادي الاهلي صاحب الابتسامه في الشارع المصري يا استاذ طارق. الحمد لله، ربنا يديمها دايما كده. الحمد لله. رجاله رجاله رجاله، تحملوا بكره اليوم ال 16 يعني، ال 16 قاعدين في قاعه ما فيش يعني. صحيح. هو اكثر من معسكر يعني قاعدين من الفندق للملعب، للملعب للفندق طول الفتره كده. بس قمه الالتزام والتركيز ما شاء الله، والانضباط حاجه رائعه يعني. والجمال كمان ان هم بعد ماتش بايرن ميونخ بيلعبوا بطل العالم، كانوا زعلانين، كانوا زعلانين متاثرين جدا يعني، كان معانا في الفندق زعلانين جدا. بس يستحقوا فعلا الميداليه البرونزيه عن جداره واستحقاء. الحمد لله الحمد لله، فضل من ربنا الحمد لله. قول لي بقى، في اخر ضربه جزاء لما احنا ضيعنا وهم كمان ضيعوا وبعدين احنا دخلنا، اخر ضربه جزاء كنتوا بتعملوا ايه؟ لا دي لحظه بقى خارج الزمن يا باشا يعني، دي لحظه. عمل ايه عمل ايه خارج الزمن؟ دي ما بتتوصفش دي. لا احكي لنا. لا احكي لنا. طيب عملت ايه والكابتن محمود الخطيب عمل ايه؟ لا الحمد لله، اول طبعا الضربه الاخيره يعني كلنا يعني حضرنا في الكابتن محمود الحمد لله، وكنا واقفين فرحانين، والراجل رئيس فيفا من فوق يعني قاعد يشاور لنا بقى وكونجراتيوليشن، فالحمد لله كان حاجه بديعه. هي مظهر البعثه كله الحمد لله حاجه تشرف بكل الوان طبقه، باعلاميها بكل حاجه، حاجه الحمد لله رب العالمين. الحمد لله يا رب دايما كالعاده النادي الاهلي مفرحنا في جميع المحافل. الحمد لله الحمد لله. اللي جاي بقى ازاي يا استاذ طارق نستثمر النجاح اللي احنا حققناه في بطوله العالم للانديه؟ ان شاء الله بقى بعد ما نهدى ونرجع اكيد في حاجات كتيره ان شاء الله. اكيد هتناقش في مجلس الاداره ممكن تتعمل يعني ان شاء الله يعني، ده امتداد يعني. شوف حضرتك يعني احنا خرجنا من بطوله افريقيا الحمد لله كسبناها يعني، اللعيبه ما شاء الله عليهم جهد غير طبيعي طول الفتره اللي فاتت، من الدوري في بطوله افريقيا لكاس مصر، اللي بيلعب دوري موسم متلاحم، اللي يخش على بطوله العالم ويطلع ثالث، حاجه الحمد لله. فطبعا تستثمر طبعا استثمار جامد جدا في اسم النادي الاهلي، اللي يشوف في محفل زي كده بيتردد بطريقه جميله جدا يعني. عايز اقول لك حتى الباسات الموجوده مبسوطين للنادي الاهلي يعني، ناس كتير قوي جم هنونه يعني، دي في حد ذاتها معاك طبعا هتستثمر كتير ان شاء الله يعني. سلم مجلس الاداره وكل الحاجات اللي في النادي التنفيذيه هنقعد بقى ان شاء الله هل بقى في افكار جديده الفتره الجايه ان شاء الله؟ خلاص احنا دخلنا على العالميه وتخطينا المحليه، ايه الافكار الجديده لتطوير الكره المصريه؟ لان هو النادي الاهلي هو ممثل مصر. مؤكد طبعا هيبقى في حاجات كتير، بس انت حضرتك عارف طبعا ان احنا النادي الاهلي بيتحرك دايما بعمل جماعي يعني، ما فيش حد بيفكر لوحده، فان شاء الله قريب هيكون في حاجات كتير اوسع من العمل الجماعي اللي موجود جوه النادي ان شاء الله باذن الله رب العالمين. في الاخر طبعا حضرتك بتتفرج على الماتش وسمعنا ان البايرن متقدم هناك، اوصف لنا الاخبار ايه عندك يا استاذ صار؟ متفرجش. لا انا عشان ارد عليك ودخلت جوه فتح ال ما بتفرجش اكيد برد على طيب ماشي، حابب تقول ايه بقى للجمهور النادي الاهلي في النهايه؟
ألف ألف مبروك قناة الإعلام. ألف مهندس خالد مفاجئ قدامي ف ما دخلكمش فبيقول لي بيقول لي تعالي معايا كابتن أيمن وعلي. ألف ألف مبروك لكل جمهور النادي. الجو هنا الحمد لله احتفالية جميلة. أنت بتتكلم لما اللعيبة كلهم في العلمة ومع كابتن محمود الخطيب، يعني الدور اللي احنا قاعدين فيه تحول لملحمة، يعني منظر جميل سريع، الفرحة جميلة طبعا الحمد لله مكسب حلو استكبار العالم. صحيح صحيح. الاهلي ده يستحق كل حاجه ويستحق اكثر من كده. على عاملينه في مصر وعاملينه هنا في قطر وكل دول العالم. جمهور النادي الاهلي ده جمهور عظيم، مفيش انجاز يوفي حق هذا الجمهور. الحمد لله، ودايما النادي الاهلي مفرحنا ودايما بالتوفيق للنادي الاهلي باذن الله.